اهلا بيكم في كايرو جاردن، قناه كايرو جاردن بتعلمك الزراعه في المنزل ورعايه النباتات وقناه متخصصه للي بيحبوا الزراعه. النهارده الحلقه مش هعلمك فيها تزرع حاجه معينه، بس النهارده الحلقه مفاجاه لكل متابعين والمشتركين في قناه كايرو جاردن وبيحبوا الزرع. فاكرين انا قلت لكم النهارده هعمل لكم حلقه عن الاوركيد؟ انا رحت معرض الاوركيد اللي موجود في حديقه من اكبر الحدائق في العالم اسمها كيو جاردنز، دوروا عليها، هحط لكم برده اللينك في الديسكربشن تحت. كيو جاردن عامله معرض متخصص عن الاوركيد، نبات الاوركيد. طبعا الحلقه دي كلها يعني لازم تبقى متوقع، انا هفرجك على صور جميله جدا 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 ورائعه. مثلا من الافكار الروعه اللي انا شفتها، زي ما انتم شايفين هنا الاوركيد معموله في زي شاليه معلقه، طبعا رائعه رائعه ومش اي حد يعرف يعمل حاجه زي كده. وهنا برضو بصوا الاوركيد محطوطة ازاي فوق البحيرة. هنا الاوركيد طلع على زي جزيرة صغيرة فوق البحيرة مش على البحيرة. لو تفتكروا في الحلقة اللي هي عن زراعة الاوركيد عندك في المنزل، قلتلكم ان الاوركيد بتطلع على الاشجار، يعني الجذور بتاعتها بتحب تشوف النور، مش بتطلع في تربة طينة وهكذا. يعني انا برضو هوريكم في المعرض ده بيحاولوا يقلدوا البيئة الطبيعية للاوركيد. بصوا هنا الارش ده اللي معمول، الاوركيد فيها طالعه على جذع الشجره. طبعا انا اتبسطت جدا جدا في المعرض، وبشجعكم طبعا ان انتوا تزرعوا الاوركيد. هي طبعا غاليه شويه، بس احنا في الحلقه في كايرو جاردن انا بحاول اوريكم كل حاجه، من الجديد للنادر للصغير للغالي، كل حاجه. يعني انا مش بختص حاجه معينه. بصوا هنا، فاكرين الحلقة اللي عملتها عن النباتات الهوائية؟ كل النباتات الهوائية والأوركيد بتطلع على جذع الشجرة زي ما انتم شايفين كده. بصوا مش الجذور نفسها، فاكرين ده السبانيش موس اللي انا كنت قلت لكم عليه ووريته لكم في الحلقة بتاعت النباتات الهوائية، وهحط لكم اللينك في الديسكريبشن وعلى الشاشة دلوقتي. بصوا الأوركيد طالعة الجذور بتاعتها بتحاوط جذع الشجرة وبتمسك فيها، فده معناه ان احنا لما نزرع اوركيد مش بنحطها في طينة، الاوركيد بتمسك في الشجرة. بصوا الاوركيد هنا كلها طالعة بكثافة وبتمسك في جذع الشجرة، رائعة. طبعا كان في اشكال كتيرة جدا جدا، منها الورق كبير والورق صغير. حتى انا قريت ان كان في حوالي مثلا اكتر من 25,000 نوع للاوركيد، مش نوع واحد او اتنين. بصوا هنا الاوركيد طالع ازاي في جذوع الاشجار. فطبعا الزهور دي من الزهور الرائعه، هي ملهاش ريحه، بس ميزتها ان هي بتقعد مده طويله. انا بالفيديو ده انا بحاول اشجعكم ان انتوا تزرعوا عموما، مش مجرد بوري لكم الاوركيد او تزرع الاوركيد ازاي، انا بس بوري لكم ان الموضوع سهل. ناس كتير جدا بتحب تزرع وبتسالني تقول لي ابدا ازاي والزرع بيموت. لازم تتعلم، لازم تشوف الجديد ايه، ولازم تشوف النبات محتاج ايه، وتشوف احتياجاته ايه، واهم حاجة اهم حاجة بيئته الطبيعية. النبات جاي منين؟ جاي من بيئة صحراوية ولا جاي من بيئة زراعية، من بيئة زي غابة، ولا جاي منين؟ لازم تعرف البيئة الطبيعية بتاعته. يعني زي الاوركيد هنا، انا لما شفت المعرض انا عارف ان الاوركيد بيطلع على الاشجار، بس عمري ما تخيلت ان الاوركيد ما يلمسش طينة خالص. وده نوع من انواع الاوركيد اللي انتوا شايفينه ده، اكتر من رائع. ده الجذر بيبقى مش ماسك في اي حاجة خالص، مجرد زي النبات الهوائي بالظبط زي ما انتوا شايفين. بصوا الروعة، الزهرة نازل منها الجذور في الهواء، والمية اللي بتاخدها من الامطار وبس كده، والجذر متعرض للنور والهواء وبدون اي مشكلة خالص. اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم، حلقة فريدة من نوعها. انا بحاول دايما في كايرو جاردن اوري لكم كل حاجة جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان يتفرجوا على الجمال ده ويتشجعوا في الزراعة، واعملوا شير لاصحابكم، واعملوا اشتراك في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي زي دي. وسؤال النهاردة، ايه احسن حاجة عجبتك في الفيديو وعجبتك في زهرة الأوركيد؟ اكتب لي في التعليق تحت. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.